GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الثالث من الهول ميكنج او صناعة اللوكيشن اللي هتبقى فيه او اللي هيتعمل جواه الشغل بتاع الموشن جرافيكس اللي هو الخاص بورشة HTC اللي بعدت كل البعد عن الورشة الاصلية او البرومو الاصلي. وبصراحة يعني احنا بنحاول كفريق عمل جي اف اكس اكاديمي ان احنا نطلع الورشة دي. مش عايزين نطلعها في صورة ان هي ورشة قدم، احنا عايزين نطلعها في صورة ان هي تعتبر زي كورس متكامل. هنشتغل في حاجات كتيرة قوي في الورشة دي. هنشتغل موديلنج، هنشتغل ماتيريالز، هنشتغل لايتنج، هنشتغل ريجنج، هنشتغل كاركتر انيميشن، هنشتغل موجراف، هنشتغل داينامكس، هنشتغل بارتكل سيستم، هنشتغل كومبوزيتنج. فيها شغل كتير قوي 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 عن الدرس الاصلي. ويمكن والله احنا كفريق عمل الاكاديمية بنحاول ان احنا كل مدى نعلى بالورشة دي عن المرات اللي قبلها، لدرجة ان احنا قربنا نحس ان الورشة ملهاش نهاية من كتر ما كل شوية بنحاول نحط فيها افكار. تعالوا في الجزء ده ان احنا ننهي او نعمل الفينش بتاع السيجز او بتاع الحواجز دي. احنا كنا عملنا اليونتس اللي موجودة في الحواجز الدائرية، احنا عايزين نعمل النهاردة اليونتس اللي هتبقى موجودة في الحواجز العرضية بتاعت في الحواجز الطولية بتاعت العمدان. تعالوا الاول نسمي او مش محتاج تسمية، هو متسمي جاهز. تعالوا بس نغيره نسميه بيز او البادي او الكولومز بادي. تعالوا بعد كده نروح نعمل سلندر، نخلي مثلا السلندر، تعالوا نضغط بس بعد ما تعمل سلندر سيلكت سلندر اضغط حرف الاو من الكيبورد عشان يعمل فريمنج على او يعمل فوكس على الاوبجكت اللي انت بتشتغل عليه. تعالوا نخلي السلندر ده روتيشن سيجمنتس هنزودها شويه، تمام، ونروح للكابس نخليه فيلت كابس، طبعا مش بالمنظر ده الاول. قبل ما اظبط الفيلت كابس عايز اروح للاوبجكت واخلي الراديوس قليل وليكن مثلا 5. الروتيشن سيجمنتس انا ما اعتقدش ان هيحتاج ده كله، تمام، ممكن نخليها 18، تمام. تعالوا بقى نعمل الراديوس مظبوط. الكابس نيجي في الراديوس بتاع الكابس، يعني ممكن نخليه 2 ولا حاجه بحيث بس يبقى سموث. هم اي نعم الاثنين دول مش هيبانوا، او الكابس دي والكابس دي، الكاب دي والكاب دي مش هتبان، لكن يعني بحب تبقى الحاجه فيها سموثنس كده حتى لو بمقدار 1 سنتي، لكن ما بحبهاش تبقى حاده الا ان كان التصميم بيحكم بكده. بعد كده نروح ل الهايت، نخلي الهايت ده قليل وليكن مثلا 120 حاجه كده مثلا. نيجي بعد كده احنا عايزين نعمل ده كروس، يعني عايزين نعمله كروس عشان ناخد الوحده دي او اليونت دي نركبها بين العمدان دول. تعالوا ناخد السلندر ده ونضغط الت ونروح على موجراف وناخد كلونر، فينزل مجرد على فكره لما بتضغط الت من الكيبورد وتضغط على اي عنصر من عناصر الكلونر الموجراف بيقوم نازل على الاوبجكت اللي انت عامل عليه سيلكت. طبعا انا عايز اعمله كروس فهروح للكلونر الاول، دي هسميها كولومز يونت، وهروح على المود واخليه راديال، الكاونت خليه 1، طبعا 1 مع الاصلي، لا 2 عشان تبقى مع الاصلي. وطبعا هي بالمنظر ده لو انا جيت اعمل روتيت، تمام، هتعملها كده. ليه؟ لان الانكر بوينت هنا، بمعنى اصح الاوفست هنا. لو انا رحت الاوبجكت اسف يا ربي الراديوس وخليت الراديوس ده بزيرو هتبقى بالشكل ده كده، هيبقى في السنتر بتاع الكولم بالمنظر ده كده. انا عايز اقيس على هنا كده، اعتقد مظبوطه. لما هتروح تركب هناك
هتبقى كويسه، مفيش فيها اي مشاكل. طيب كده تمام، مفيش فيها مشكله. طب انا ممكن اخد دي واركبها هنا واقعد اشتغل كلوننج كلوننج، واعمل بقى ايه يعني، بحيث هنا ويمين وشمال ورا. طب ما انا ممكن هاخد دي ونسميها مثلا بيز، هاخد دي واروح لمجراف تاني مع الت واقول له كلونر اوبجكت تاني، يبقى اصبح دي وحده لدي، دي هسميها المين كولم يونت، المين كولم يونت. وهروح للمود بس هخليه جريد اري، جريد اري. طبعا الواي عايزها بالشكل ده، كاونت واحد واحد، خلاص كده كويس؟ لا مش كويس. تمام، انا عايز كاونت ادي واحد وادي واحد بالشكل ده، بالمنظر ده كده. طبعا هعمل روتيت، مش ده، ادي اكس واي، تمام بالمنظر ده كده. تسعين درجة طبعا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب احنا عايزين يبقى تبقى على شكل مربع. طب ما بدل ما تبقى جريد اري، ما احنا ممكن نعملها راديال، تمام، ونخلي الكوبز اربعة، و ايوه بالظبط كده، اكس زد بالمنظر بالشكل ده. بس ناخد بقى دي ونعمل لها تكرار على السبلاين، تمام، اللي بتاع بتاع الكولوم ده. نضغط اتش عشان اتش ايه، نضغط او عشان نجيب نعمل فريمنج للسبلاين، او نسلكت السبلاين، ماشي بالشكل ده كده. ونروح لمجراف تاني، نسلكت المين كولم يونت، مجراف طبعا مع الت، وهسمي ده سي يونت، وهخلي ده اوبجكت، واخد السبلاين على الاوبجكت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا هنضطر نعمل روتيت، نيجي لده ونعمل روتيت على اكس 90 درجة بالشكل ده كده، ونيجي بقى نظبط المكان. المكان بتاعها هيتظبط بمش هينفع، مش هينفع حركه، فهروح لمجراف واروح لبلين افكتور، واجي في البارامترز طبعا ده هنسميه سي يونت بوز، اختصار بوزيشن يعني. خلي الواي بزيرو بس عشان كل حاجه تبقى مظبوطه، واشتغل على وانا من فوق كده، ده المنظر ده يدوخ، ماشي، نقرب عشان نظبط الدنيا، ونشتغل على اكس كويس. وانا متهيألي ان الاخ ده اللي هو السي يونت ده، انا متهيألي ان الراديوس بتاعه لازم يوسع، الراديوس بتاعه لازم ايوه اللي هو الباشا ده، لو احنا وسعناه كده خليه 60 ونشوف. على فكره احنا احتمال يعني هنرجع نعدله تاني، بس ايه يعني انا عايز ان البوزيشن بتاعه كده يبقى مظبوط، ونيجي لده نقلل، تمام، عشان يبقى في النص، ماشي. انا عايز يعني امسك حاجه
لا انا امسك السبلاين ده والف حواليه كده عشان عايز اجي من جنب ال ايوه من الزاويه دي كده، بحيث ابقى شايف الدنيا ماشيه ايه، ماشيه ازاي ومظبوطه ولا لا. ماشي، نيجي للباشا ده وازق على لا واي، لا يبقى زد، ازق على زد. تمام، اعتقد كده تهيألي مظبوط، تهيألي يعني انه مظبوط. طب سالب 50، بحب انا الرقم يكون على القفل. دي بقى سلكت الباشا ده والف حواليه تاني. زيرو، هي زيرو، يبقى دي سالب 50. حلو. طب لو رحنا للراديوس، هل الراديوس له دور؟ خليك 55، حلو او 55 على فكرة. ناخد لفة كده. ونيجي على السلندر. اعتقد الهايت بتاعه هنزوده بالشكل ده كده، نخليه 135 برضو على القفل. تمام. كده خلصنا من الاعمده، فاضل بس ان احنا بقى نزود عدد او الكاونت بتاع الكلام ده. ممكن كاونت وتزود الكاونت هنا، وممكن انك تقول له ستيب وتخلص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا ستيب المسافة هنا، يعني ايه يعني ايه الستيب 100 سنتي؟ يعني هتبقى المسافة بين كل انكور بوينت لكل وحدة من دول 100 سنتي. طبعا انا ممكن اقللها شوية، تمام، فتبقى بشكل احسن، لكن هحتاج اوفست على فكرة عشان البتاع ده. مش اوفست، ما انا عندي بلين افكتور صحيح. خلاص؟ طيب. ستيب مش هتنفع. تمام، الا لو هي ستيب مش هتنفع. ممكن ايفن، لا ايفن لا فيرت، لا ده فيرتكس لا. خلينا في كاونت. كاونت هتنفع على فكره، كاونت هتنفع لسبب، عشان القصه دي ماشي بالمنظر ده كده. ماشي، ينفع كمان شويه. متهيألي بقى لو اشتغلنا على الاوفست هنظبطها. لو رحنا هنا وجينا اشتغلنا من غير حتى الاوفست، والله لو رحنا لده وجينا زودنا، لا ده احنا كده بننزله، انا كده عايز ارفعه شويه. ما تيجوا نشتغل من هنا احسن، يعني احنا تعبين نفسنا ليه؟ خلاص تعالوا نقرب ده كده. خلاص، ولو قللنا، لو قللنا ده بقى بادئ من هنا والاند بتاعته، يا سلام مظبوطة. طب ما نخليها سالب 50 برضو، تبقى برضو على بالبلدي كده على القفل. تمام، جميل جميل قوي كده. طيب لغاية هنا عشان الدنيا ما تبص، تعالوا نعمل كنترول اس عشان نسيف الشغل بتاعنا. حلو قوي. الباشا ده كده هو ده بقى المين يونت عندي. في الجزء الثاني من الجزء الرابع من المرحله دي هنعمل التكرار على كل الاعمده اللي موجوده في الهول. استنوا معانا، مع تحيات فريق GFX Academy.net، مهندس احمد عبد الرحمن.